سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. يعد نجم وهداف فريق الأهلي ببنغازي الكبير مصطفى المكي أحد أبرز نجوم وهدافي كرة القدم الليبية خلال فترة الخمسينيات والستينيات. ولد مصطفى الشريف الشهير بالمكي عام 1931 بشارع جعفر القريب من الملعب البلدي ببنغازي، ومارس كرة القدم كغيره من أبناء جيله وأقرانه في الساحات والمدارس. ثم عرض عليه أحد أصدقائه الانضمام للفريق التابع لجمعية عمر المختار الوطنية وهو فريق الكشاف، حيث شارك معه لأول مرة في موسم 47-48، وذاعت شهرته أكثر عقب انتقاله في موسم 48-49 لفريق الأهلي، لتبدأ حكاية الشهرة والتألق لأحد أبرز وأشهر من حملوا الغلالة التي تحمل رقم 7 وشغل مركز الجناح الأيمن، وكان يمثل روح الفريق وقوته الهجومية الضاربة لقدرته الفائقة على إحراز الأهداف. حظي المكي بإعجاب كل الجماهير الرياضية، وكان مثار اهتمامها وصانع سعادتها وبهجتها، وهو الهداف الذي أطرب الجماهير الرياضية بأهدافه الحاسمة، ولطالما أسعدها في الكثير من المواعيد الكروية الكبيرة، وحملته على الأكتاف وقاد خلالها فريقه للعديد من البطولات المحلية على كافة الواجهات، أسطورة زمانه الكروي الجميل. والراحل الكبير مصطفى المكي هو هداف فريقه الأهلي ببنغازي الأول في سنوات الخمسينيات والستينيات وحتى اعتزاله عام 1969، وهو أحد أبرز مؤسسي ورموز ونجوم الأهلي وعصر ولادته، وكان مع النجم الكبير تعولة يمثلان قمة شهرة كرة القدم ببنغازي، وشكل معه ظاهرة كروية فريدة من نوعها كانت ملء السمع والبصر وشغلت الجمهور الرياضي وقتا طويلا. ساهم الراحل الكبير مصطفى المكي في شهرة وتفوق فريقه الأهلي بنغازي والشعبية الجارفة التي كان يتمتع بها منذ أواخر الأربعينيات وحتى أواخر الستينيات، وكان أحد أعمدتها الأساسية. أطلقت عليه الصحافة الرياضية خلال سنوات الخمسينيات صاحب القدم الذهبية لما تميز به من قوة التسديدة وقدرة ومهارة فائقة في التهديف. قاد المكي فريقه الأهلي ببنغازي للفوز ببطولة بنغازي لكرة القدم في 4 مواسم خلال فترة الخمسينيات، منها موسمين متتاليين، كما قاد فريقه الأهلي للفوز والتتويج ببطولة برقة في 4 مواسم والفوز ببطولة المحافظات الشرقية في مناسبة واحدة. اختير لمنتخب بنغازي وبرقة منذ نهاية سنوات الأربعينيات، وكان نجمه وهدافه الأول، وشارك في الكثير من المباريات والبطولات، وكان نجم فريقه الأول في كل المواعيد الكروية المحلية والدولية الودية التي أحرز فيها أهدافاً حاسمة في شباك أقوى الفرق والمنتخبات، كما أحرز أهداف كثيرة مع منتخب بنغازي أشهرها في شباك الجيش البريطاني ومنتخب النمسا والجزائر. ويعد الراحل مصطفى المكي النجم الليبي الوحيد الذي سجل حضوره وتواجده في 3 دورات عربية متتالية، حيث اختير للمنتخب الليبي في بداية تكوينه وتشكيله وظهوره الأول في الدورة العربية الأولى بالإسكندرية عام 1953، وحظي بشرف إحراز وتسجيل أول هدف في تاريخ المنتخب الليبي، وقص شريط أهداف منتخبنا في المباراة الودية التي جمعت منتخبنا الوطني مع منتخب السلاح البحري المصري العسكري في المباراة التي أقيمت قبل انطلاق البطولة، وأسفرت عن فوز منتخبنا الوطني بهدفين لهدف، حيث أحرز المكي هدف منتخبنا الأول. ثم عاد النجم الكبير مصطفى المكي للظهور مع منتخبنا الوطني في مباريات الدورة الرياضية العربية الثانية عام 1957 في العاصمة اللبنانية بيروت، ثم سجل ظهوره مع منتخبنا للمرة الثالثة توالياً على الواجهة العربية في منافسات الدورة الرياضية العربية الثالثة عام 1961 بالمغرب، حيث سجل خلال هذه البطولة أولى أهدافه الدولية رسمياً مع منتخبنا، وهو هدف الفوز الثالث في شباك منتخب لبنان في المباراة التي أسفرت عن فوز منتخبنا الوطني ب3 أهداف لهدفين.
وساهم في قيادة منتخبنا لإحراز المرتبة الثالثة عربياً ونيل القلادة البرونزية. أقيمت للمكي مباراة اعتزال ومهرجان تكريمي كبير برفقة زميله لاعب الأهلي محمد الشريف أمام فريق الهلال عام 1969، وذلك الملعب 24 ديسمبر بالبركة. ويومها ذرف النجم الكبير الدموع حزنا لأنه فارق وودع معشوقته كرة القدم التي ارتبط بها على مدى أكثر من 20 عاما، وودع غلالة فريقه الأهلي الذي سجل معه البطولات وعاش معه أزهى سنوات عمره.